يعني أنا في تصوري كباحث يعني في الشأن السياسي، حتى وإن شكلت الحكومة، هاي الحكومة ما راح يصير عمرها طويل، لأنه راح تصير توافقات أنا أسميها بالتوافقات الزئبقية، يعني لا بين فترة وأخرى راح تتغير، لأنه ما مبني على حب وطن، ما مبني على نكران ذات. إحنا اليوم بحاجة إلى أنه كل نائب في البرلمان يشمر عن ساعده، يجب أن يحقق ما أملي عليه، ما وعد به الشارع العراقي. أنا أريد أبني وطن، أريد أشكل حكومة، أريد أقر ميزانية، أريد أنفذ مشاريع، أريد أنقذ الحال المتردي. الوضع في العراق للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ. إذا أنا أفكر بمشاكلي وهذا وخلافه ويا الطرف الآخر، إذا من سيبني لنا الوطن؟ طيب.